وانا هديك اللي انت عايزه. ايه رايكم في المفاجاه الحلوه ديت؟ ماما ايه ده يا ماما؟ بس انا قلت لك يا ماما انا مش هاخد درس يا ماما. تسلموا على الميز بقى. عيب. ازيك يا فيروز؟ ازيك يا غزل؟ فيروز، غزل، فيروزه، يا فيروزه، يا فيروزه، يلا يا حبيبتي اصحي يلا. ليه يا ماما؟ اصحي عشان عندك درس. يلا يا فيروز، عايزاكي تقومي تلبسي كده وتفوقي، تستني الميس لحد ما تيجي. انا اصلا يا ماما نايمه باللبس يا ماما. نايمه باللبس يا فيروز؟ انا جاهزه. ماشي جدعه يا فيروز. استني اصحي غزل. غزل، غزل، غزوله، غزوله. ايه يا ماما؟ صباح الفل يا غزول. صباح الخير. يلا يا حبيبتي اصحي عشان عندك درس، قومي البسي كده وفوقي عشان الميس جايه. عندي درس يا ماما؟ ايوه يا غزل. يا ماما انا عايزه اقول لك على حاجه يا ماما. نعم. احنا لسه يا ماما في الصيف، احنا لسه ما دخلناش اجازه، ليه يا ماما تدينا درس يا ماما؟ يا غزل يا حبيبتي دي مراجعه قبل المدارس، وبعدين المدارس قربت خلاص. ليه يا ماما؟ ماليش دعوه، احنا في الصيف يا ماما. لا كده بالنسبه لي هزعل منك. ماما انا مش عايزه اخد درس يا ماما، وكمان انا هنام. هتنامي؟ اه. والميس اللي جايه دي اقول لها ايه؟ قول لها يا ماما انها تعبانه ومش قادره تتحرك يا ماما، مش هاخد درس. وانا يا ماما مش هاخد. لا كده انا هزعل منكم انتوا الاثنين. ماما ماليش دعوه. بصي يا ماما مش هتعرفي تقولها ان هم تعبانين. لا ما ينفعش اقول للميس كده برده، ما ينفعش خالص. ماما. بصراحه بقى انا هكلم الميس في التليفون واقول لها اللي انتوا بتعملوه ده، انا مش هكذب على الميس. ماشي ماما. وقلت لكم فواه اصحوا يلا عشان عندكم درس، مش هتكلم تاني. لا يا ماما سيبيني بقى، عايزه انام. الو صباح الخير يا ميس ندى. لا الاطفال دي بتتدلع عليكي. اقول لك على حاجه، بصي انت فوقيهم وانا هجيلك، وانا بطريقتي هخليهم ياخدوا الدرس ويحبوا الدرس كمان. سيبيلي الموضوع ده عليا. خلاص ماشي مدام سلمى، مع السلامه حبيبتي. فيروز، غزل، غزل، ماما بصي اقول لكم على حاجه. اصحي يا غايه. فيروز يا فيروز يا غزل اصحي اقول لك على حاجه بس. لا يا ماما انا مش هاخد درس يا ماما، قلت لك. طب انا لغيت الدرس. ايه بجد؟ انا لغيت الدرس. وكمان قوموا البسوا دلوقتي عشان افسحكم. انا عليكم ماما. هنروح فين يا ماما؟ لا دي مفاجاه بقى. ليه يا ماما؟ قولي. لا هنروح ملاهي ولا هنروح ناكل بره؟ هي المفاجاه حد بيقول عليها؟ ايوه صح يا ماما. طب ماشي يا ماما هروح اغير بسرعه. وكمان الدروس هبتديها مع المدارس خلاص. ماشي يلا قومي البسي بسرعه. مش يا ماما على الصبح يا ماما تيجي تقولي لي يا ماما يلا اصحى عشان في درس يا ماما. ايوه كده يا ماما. انا اسفه انا اللي غلطانه، معلش. روحي البسي يلا بسرعه، يلا اجري يلا. ماشي يا ماما هروح. اجري يلا، اجري اجري يا بنت. انا جاهزه. اه صح. طب روحي ظبطي شعرك وكده، يلا خليكي مع غزل يلا. ماشي. طعم طعم. نعم يا حبيبي. هقول يا طعم. ده شيبسي اللي بيكسب واندومي اللي بيكسب. تمام بقى يا طعم. تدي واحد بمصروف. هو انت اسمك ايه؟ صالح. هو انت تعرف فيروز وغزل؟ اه بلعب معاهم في الكيمياء. طب تعالى معايا وانا هديك شيبسي اللي بيكسب واندومي اللي بيكسب من غير فلوس. ماشي. تعالى معايا. اطلع يلا. ايوه ادخل يا صالح. ايه ده مش ندى؟ ايوه. ازيك يا مدام سلمى؟ الحمد لله. ايه يا شقاوه عامل ايه؟ الحمد لله يا شقاوه. اصل صالح قابلني وانا طالع على السلم، قال لي ايه ده؟ قلت له شيبسي اللي بيكسب واندومي اللي بيكسب. قال لي طب انا عايزه اشتري منك. قلت له تعالى معايا وانا هخليك تشتري مني، وهديله ببلاش كمان. ببلاش كمان يا شقاوه؟ اه. طب هو انت جايباهم منين؟ انا مش فاهمه. تعالي وانا هعرفك كل حاجه. ادخل يلا يا صالح. ادخل يا شقاوه ادخل. بقول لك ايه يا بنت؟ على فكرة صالح شقاوة ده مغلب مامته، ولا بياخد دروس ولا بيذاكر ولا بيعمل أي حاجة، شقي بس. ما بيذاكرش؟ لا أنا خليه يذاكر. ماشي هشوفها تعملي إيه؟ تعالي معايا. إن شاء الله خلاص. شعري حلو يا غزل؟ أيوة يا فيروز أنت شعرك حلو قوي. بجد يا غزل شعري حلو؟ أيوة بجد يا فيروز أنت شعرك حلو قوي. بجد يا غزل شعري حلو؟ قلت لك بجد يا فيروز أنت شعرك حلو. ماشي. أنتوا الاتنين شعركوا حلو قوي. ممكن يلا بقى عشان عامله لكم مفاجاه حلوه قوي هتعجبكم جدا جدا جدا. يا ماما ايه هي يا ماما؟ ايه يا ماما؟ انتوا مصممين تعرفوا المفاجاه قبل ما تشوفوها؟ ايوه اتفضل. لا ما ينفعش دي مفاجاه. يلا بينا اجروا يلا. يلا بينا. ميس ميس. نعم يا صالح. ينفع اخد واحد شيبسي يا ميس؟ عايز واحد شيبسي؟ اه. بص يا صالح انت مستعجل ليه يا حبيبي؟ انا هديك اللي انت عايزه بس بشرط. اه
أو بصي يا صالح، انت تذاكر وتبقى شاطر، وانا هديك مفاجآت كتير قوي، هديك شيبس وهديك اندومي وهديك اللي انت عايزه. ماشي ماشي. استنى فيروز وغزل لما يرجعوا وانا هديك اللي انت عايزه. ايه رايكوا في المفاجأة الحلوة ديت؟ ماما ايه ده يا ماما؟ بس انا قلت لك يا ماما انا مش هاخد درس يا ماما. اسلموا على الميز بقى. عيب. ازيك يا فيروز؟ ازيك يا غزل؟ كويسين. تعالوا اقعدوا يا حبايبي. خدي يا فيروز اقعدي جوه جنب الميز. يلا يا غزل عيب بقى خصوني. انتوا مش شايفين الاندومي؟ لا شايفين. بصي بقى يا غزل، انا جايبه لكم شيبس اللي بيكسب، وده اندومي اللي بيكسب، وده بسكوت اللي بيكسب. كل ده لغزل وفيروز؟ ايوه طبعا. ايه ده؟ لينا احنا؟ ايوه. العفو يا حبايبي. بصوا انا جايبه لكم الحاجات دي ليكوا انتوا. دلوقتي احنا هنعمل مراجعه سريعه، هسالكم سؤال لو جاوبتوا صح هديكوا اندومي اللي بيكسب. ايوه المفاجاه الحلوه دي. ينفع الميس تسالني سؤال؟ لا 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 لا. لا يا ماما لينا انا وفيروز وبس. ما كان بس. خلاص بعد اذنكم بقى يا ميس. ماشي. عايزه مني اي حاجه؟ لا ربنا يخليك. ماشي. فيروز وغزل شاطرين ها؟ ايوه. دلوقتي اول حاجه انا هديكوا كل واحد حاجه من غير اي سؤال. شكرا يا ميس. الله انا مبسوطه قوي. يا فيروز الله انا مبسوطه قوي. اتفضل يا صالح. عايزه افتحي يا غزل. ماشي. ايه كسبتي ايه؟ ايه ده هي فاضيه ولا ايه؟ لا طبعا مش فاضيه، دوري كويس مش لاقي حاجه. وريني يا غزل. اتفضل يا ميس. اهي يا غزل. الله دي حلوه قوي يا ميس. شكلها حلو قوي يا غزل. ايوه يا غوشه دي حلوه قوي، انا هلبسها بقى. ماشي يلا يلا يا فيروز افتح. كسبتي ايه يا فيروز؟ كسبتي ايه يا فيروز؟ افتحي يا فيروز. افتحها لك. 10 جنيه يا فيروز. حظك حلو قوي يا فيروز. ايوه. وانت يا صالح يلا ايه كسبت ايه؟ هات افتحها لك. طيب الله انا مبسوطه قوي يا فيروز. الله كسب 100 جنيه صالح. اهو 100 جنيه. صغيرة. بس حظك احسن واحد فيهم، انت كسبتي 100 جنيه. لا بس هي كده وكده. بس بتاعتي حلوه قوي. لا انا بقى الحقيقة فيكم. هسألكوا بقى دلوقتي تمام؟ فيروز دلوقتي احنا هنعمل مراجعة سريعة على الرياضة تمام؟ هسألك في جدول الضرب. 2 في 2 بكام؟ ب4. تمام شطورة يا فيروز. تحية فيروز. كسبتي ايه؟ حلوة قوي يا فيروز. ايوه. انت يا غزل 2 في 3 بكام؟ ب6. شطورة يا غزل. هاي. اتفضلي يا غزل افتحي يلا. حظك ايه؟ كسبتي ايه؟ 5 جنيه. ايه وريني افتحها لك. انا 10 جنيه. انا 5 جنيه. انا اكتر منك. لا كلكم حظكم حلو، كلكم شطارين. هيييي 5 جنيه. 10 جنيه. دور صالح بقى. 2 في 1 بكام يا صالح؟ 2. شاطر يا صالح. افتح يلا شيبس. على فكره ده تقيل قوي يا صالح. اهو حاضر. كسبت كوتشينه. الله يا ميس تعرفي ان انا مبسوطه قوي. ليه فاضل منك طلب صغير؟ اتفضلي. ينفع يا ميس تخليكي عايشه معانا كل يوم يا ميس؟ عايشه معاكي وتدينا درس كل يوم كمان. كمان كل يوم؟ ايوه يا ميس. خلاص حلو قوي يا ميس. ماشي. وانت عايزه وانت هتذاكر وتاخد درس ولا لا؟ ماشي. الله انا مبسوطه قوي يا ميس. ماشي خليك عايشه معانا بقى يا ميس وما تمشيش. أيوة. كمان؟ ايوه. حاضر هعيش معاكوا هنا مش همشي من هنا خالص. الهيصه دي كلها العيال فرحانين ليه كده؟
معاكي ايه يا ميس؟ لا برافو عليهم شاطرين جدا. هي انا ايه برافو عليكم. انا علمها تديك درس. تديك درس؟ اه. هتديك درس عند حد غيري ولا انا بس؟ انت بس. ايوه يا سلاوه. ده العيال اتغيروا خالص، ايه اللي حصل لهم؟ بصي بقى يا مدام سلمى، انا شكلي بقى همشي. كسبت وانا كسبت الصغيره. مبروك يا شقاوه. بصي شقاوه بقى كويس وشاطر ولا ايه؟ ايوه شاطر. بصي يا مدام سلمى، انا دلوقتي همشي بقى واجي لهم في وقت الدراسه. لا 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 يا ميس، لا لا والنبي لا يا ميس ما تمشيش يا ميس، والنبي خليكي معانا يا ميس. عايشي معانا وديلنا درس كل يوم. ايه ده الاخير ده؟ لو تشوفيه وانا بصحيه من الصبح، احنا مش عايزين درس. لا يا ميس، هم قالوا كده؟ لا 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 ما قالوش كده. لا 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 مش هم. انا اللي قلت، انا اللي قلت. خلاص يا ميس عيشي معانا. بصي بقى يا مدام سلمى، خدي افتحي وشوفي حظك. ماشي يلا. هو انا شاطره ولا ايه؟ ايوه انت شطوره. انت بتعملي نفسك حلو قوي. ايه كسبتي ايه؟ والله مش باين حاجه. اشوف لك انت كمان. شوفي. لا مش باين حاجه. ازاي؟ ايه ده، هو انت ما كسبتيش ولا ايه؟ عشان انا مش شاطره يا ميس. ايه ده، انت حظك وحش قوي. عشان انا مش شاطره. خلاص خلاص اتفضلي. اتفضلي. ايه شكرا يا ميس. كسبت والله اهو. توكا. يا ماما. واحدة ليكي واحدة الغزل. خلاص؟ ماشي يا ماما. دلوقتي بقى هندخل على العرض. جاهزين؟ ماشي. ماشي. هسيبكم بقى تبدأوا الحصة مع بعض. تمام. تشربي ايه يا ميس؟ نسكافيه. عينيا الاثنين. خدي يا فيروز وغزل يلا. شكرا يا ماما. هي كسبتي تاني. يلا اقعدي يلا. لا انا فرحانه بدي ال 10 جنيه. ماما حافظ ده طعمه حلو قوي؟ اه. انت بتاكل بسكوت بس؟